بسم الله الرحمن الرحيم. توقعات الأبراج ليوم الحد 20 أغسطس آب 2023، القمر في برج الميزان، والبداية مع برج الحمل. حكم عقلك وسيطر على نفسك وسيطر على أعصابك، فقد تتعرض لضغوط شديدة. القمر في البيت السابع بيوصلك لحد الاستفزاز والاندفاع والتهور، هذا قد يجعلك تخسر، قد يجعلك تتعرض لظلم، قد يجعلك تتعرض لاستفزاز. أنصحك باقتناء سبيكة زحل خصوصا في هذا اليوم، لأنك ممكن تخسر موقع أو شريك. المهم أنصحك كمان أنك لا تخالف القوانين، تمالك أعصابك المتوترة. برج الثور، حاول ترتيب الأوضاع ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ولا تهمل التزاماتك. الوقت لا يتسع للهو، فقد تقلق حول مسألة مهنية أو صحية عشان الإرهاق. لا تترك عملك في منتصف الطريق أو في منتصف اليوم، خصص الوقت الكافي لراحتك والواجباتك، لا تلتهي عن الأولويات. هناك بعض الإرهاق وبعض التعب نظرا لكثرة الأعمال والمسؤوليات، ولما تكتر الأعمال والمسؤوليات هيكون في نتائج كويسة إيجابية. يعني ما نتضايقش، والواحد لما بيكون تعبان من الشغل بس حاسس انه عمل حاجة، التعب بيزول لمجرد انه يخلص عمله على اكمل وجه. انا انصحك انك تقوم بعملك على اكمل وجه. انصحك انك انت تنام بدري وتقوم بدري عشان تقدر تكفي، لان هيجي لك اعمال اضافية غير العمل الروتيني. خد قسط كافي من الراحة ولا ترتجل عملا، يعني ما تعملش اي حاجة وخلاص، ولا ترتجل كلاما، يعني ما تقولش اي كلام وخلاص. فالاضواء مسلطة على اخطائك، كرر المحاولات لتعزيز وضعك الصحي في هذه الفترة، ممكن أن تكون واعدة وناجحة، عليك أن تحسن استغلالها. برج الجوزاء، بيطمئن بالك وربما تدخل في تجربة استثنائية تغني مواهبك وتقربك من الحبيب، وتحمل لك الفترة أفضل الحظوظ والترددات والذبذبات من أفضل أيام الشهر وأكثرها حظوظا. وهذا يجعلني أقول لك لا ترضخ لشروط لا تعجبك، لأنك هتلفت الأنظار، لأن أفكارك جميلة، بترتفع معنوياتك، وبتتاح لك أيضا فرصة ممتعة ومحفزة، وتبدو عليك السعادة واضحة، وعلاقتك بأبنائك كمان هتزيد. طب ما فيش أبناء، يبقى مع الحبيب. تشتد عزيمتك وتنقلب المعطيات رأسا على عقب لمصلحتك، من تلقاء ذاتها لصالحك. باستطاعتك يا عزيزي أيضا المشاركة في المنافسات، والاهتمام أيضا بالواجبات، والواجبات خصوصا الصعبة. يعني كرر المحاولات، اللي باظت قبل كده هتنجح دلوقتي. برج السرطان، هناك قلق عائلي لا تسمح للأمور بالتأزم. حافظ على هدوءك، حافظ على هدوء أعصابك، حاذر الفوضى، تعامل مع الشريك بود. هناك هتبدأ بعض الانشغالات والواجبات الضاغطة، أنت بحاجة إلى الاهتمام بمتطلبات البيت والعمل الاثنين مع بعض، وخصوصا متطلبات الأحباب. بتحتاج للاستراحة في حضن العائلة عشان تخف عنك المتاعب والشجار مع الشريك. تأكد من صلاحية أوراقك الثبوتية أو أوراقك الاستشفائية قبل الخروج من المنزل، وأيضا برضو الأوراق القانونية. لا تلقي اللوم على الحبيب، ربما تستقبل زوار أو تقلق لسبب شخصي، حاجة كده عندك، أو ممكن تفرح لحدث عائلي، يعني ده موجود وده موجود. ربما تحزن بسبب تراجع الظروف أو معاكسة الأحوال. في جميع الأحوال يا عزيزي تجنب تأزيم الأمور. برج الأسد، فترة مناسبة لإقامة حوار، فترة مناسبة لإقامة تفاوض، فترة مناسبة لاسترداد حقوقك. لا تخجل يا عزيزي، كن جريء، تتمتع بسرعة خاطر وقدرة على تحليل الأمور ومعالجتها بالذكاء، حيث تغمرك الشجاعة فتدافع عن مصالحك بقوة، وتبدو قادرا على محاصرة كل المواضيع، فتتحرك بعدة اتجاهات، وهذا مفيد لك. قد تشعر يا عزيزي بسيطرة أكبر على الأمور، وتشعر أيضا أو تكون منفتحا على مختلف المواضيع، وتستوعب الآراء على جميع أنواعها وعلى جميع محاورها. تكثر الحركة، تكثر النشاطات،
وتيرتك سريعه لا تهدأ، فعال قادر على تحقيق الاهداف. اما برج العذراء فاستثمر فكرك قبل ان تستثمر مالك، استثمر ذكائك في اداره شراكاتك الماديه، رتب امورك جيدا قد تحصد عائدا ماديا جيدا، فمن جد وجد ومن زرع حصد. قد تتعرض لضغوط ماليه بقى، يعني انت داخل لك فلوس اهو وجاي لك فلوس، ده شيء مؤكد، ولكن ممكن يكون الخارج منك اكتر، فممكن تقع في دين، ممكن تقع في قرض. برضو خلي بالك من المحتالين، ولا تتسرع في التوقيع على اتفاقات ماديه قبل انك انت تقرا البنود كويس. حافظ على استقرارك المالي وحافظ على استقرارك المعنوي، بالبلدي كده حوش فلوسك وحافظ عليها، القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود. برج الميزان، بتتحمس لادخال تغيير على روتينك اليومي وعلى مظهرك الشخصي. بيتكثف جدول نشاطاتك حتى لو كلفك الامر العمل لعده ساعات اضافيه، لان حظوظك اصبحت قويه جدا من افضل واجمل ايام الشهر، حظوظا ونفوذا. بتستعيد حماستك، بتستعيد عزيمتك، بتمارس جاذبيه لا تضاهى. ممكن انك انت تبدا بدايه لمشروع جديد او لخطه جديده، بتملك الطاقه الكافيه للانطلاق، عندك دورة قمرية شهرية جديدة، ممكن تحسم أمور كانت عالقة. هناك أخبار سارة كمان، تطلع على أخبار جديدة وتكون بمثابة إشارة انطلاق جديدة. فترة نشطة، فترة حماسية، القمر في برجك، هنيئا لك. ممكن عندك انطلاقة على عدة محاور، تتلقى أخبار لمسائل خارجية كانت عالقة، احرص على سلامة أمورك. ممكن تنجح، مش ممكن، أكيد إن شاء الله بأمر الله تنجح في طرح مواضيع حساسة وتقدم أعمالا مهمة، بيلفت لك الأنظار والإعجاب، عندك انطلاقة جديدة. برج العقرب، بتستغرب من عدم تجاوب البعض معك، لا تحسم أمرا ولا تنتظر نتيجة ولا تنتظر حسم، بل انتظر تأخير، انتظر فوضى. نعمل ايه بقى؟ مفيش طاقة، مفيش حيوية، مفيش أي حاجة مشجعة، الفترة فارغة من الحسم واتخاذ القرارات والنتيجة، بتراوح أعمالك مكانها. أنصحك باقتناء سبيكة زحل خصوصا في هذا اليوم، وأن تراعي ظروفك الصحية، وألا ترهق نفسك وتضيع طاقتك على الأرض، لأن المسؤوليات، ابتعد عن الأضواء، ابتعد عن الضجيج، اعمل الحاجات الروتينية بس. كل، اشرب، روح الشغل، تعال من الشغل، نام كويس، فكر وخطط فقط لما هو قادم، لكن لا تبدأ جديدا ولا تحسم أمرا، فالوقت مش مظبوط. برج القوس، فترة مناسبة للعمل ضمن مجموعة، لا تبقي نفسك وحيدا، عزز الروابط، عز شعبيتك، لا تخذل أحدا، تحتاج إلى صديق أو رفيق مخلص يواسيك، وأنت أيضا ممكن إن غيرك يحتاج إنك أنت تواسيه. الفترة مناسبة للتكامل وللتناغم، الفترة إيجابية مع التحالفات، الفترة إيجابية مع تعاونك مع الآخرين لأن هم هيتضامنوا معك، فرفع عن نفسك واخرج للقاء الناس، بتتحسن حياتك الاجتماعية وتترك انطباعات إيجابية. فترة مناسبة للتعارف، فترة مناسبة لحشد التأييد، فترة مناسبة لحشد الدعم، الأجواء لطيفة، وقد تحمل لقاء عاطفي في النص كده، أو مصالحة أو تسوية أو حتى ورشة عمل لتأهيل قدراتك وتحقيق إنجازات، وتتميز عن الغير بشعبية وبدعم وكل حاجة حلوة. برج الجدي، لا تكسر المطالب وتجنب الاعتماد على أحد، ابتعد عن التحديات، هدئ من روعك وتمهل، خليك رزين كي لا تضيع على نفسك فرص مهمة، لأن في فرصة مهمة جاية لك. تجنب الكلام الجارح عشان ما تطفش الرزق منك، باستطاعتك التفوق والانتصار، بس بشرط أن تتحلى بالصبر والليونة وتحمل المسؤولية. في توتر في الأجواء، ممكن تشعر بالتعب أو القلق،
لكن أنصحك باقتناء سبيكة زحل خصوصا في هذا اليوم. ابتعد عن اختلاق المشاكل، اسعى لإيجاد حلول بدبلوماسية لا تؤزم الأوضاع على جميع الأوجه وعلى جميع المحاور، فقد تحرز تقدما كبيرا أو انتصارا كبيرا لو أنت سمعت نصيحتي. فترة صعبة، لا تخالف الرأي العام، فترة مشحونة نوعا ما، فقد تتسلم عملا إضافيا وجديدا أو منصبا مهما، فماذا أنت فاعل؟ برج الدلو بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق، هناك ثمة لقاءات غنية تميل إلى الاهتمام بطاقتك، وربما تهدف للانضمام لمعهد دراسي أو معرفة جديدة أو ثقافة جديدة من أفضل أيام الشهر وأكثرها حظا ودعما لتحركاتك. يحالفك الحظ ويدفعك للأمام، فقط عليك أن تكثف الاتصالات والاجتماعات ولا تتردد لاتخاذ الخطوة التي تراها مناسبة. هناك أيضا أخبار سارة تحتم عليك المصالحة والتسوية، وستختفي العقبات والهموم وتتبخر المشاكل، وتدعمك الظروف كليا. ترغب في السفر والخروج عن الروتين، فترة مناسبة يا عزيزي للقاء الناس، فترة مناسبة للتعارف، بيبتسم لك الحظ، فهي من أفضل أيام الشهر وأكثرها حظوظا. تحرك يا عزيزي بكل قدراتك وبكل ما أتيت. أما برج الحوت فأنت بحاجة إلى ردم الهوة بينك وبين الآخرين في مسافة، سارع لتقريب المسافة ولتلطيف الأجواء، واطلب الاستشارة من أهل الخبرة ومن أهل الاختصاص إذا كانت لديك معاملات قانونية، فقد تنشغل بعمليات مالية وإدارية واستشفائية. لا تهمل ظروفك الصحية ولا تهمل أوراقك الثبوتية، دقق في التفاصيل، فقد تحتاج يا عزيزي إلى تقديم بعض التفسير أو التوضيح التي تفيدك. ممكن يفيدك برضو كمان بعض المجاملة لتلطيف الأجواء، قد تعمل على ملف قانوني ماشي تناسبك تسوية المشاكل، يعني ممكن تتنازل شوية يعني عشان المشاكل المزمنة ما بتجيش غير بالدبلوماسية. ممكن انك انت تضطر لإقامة حوار دبلوماسي بهدف تلطيف الأجواء، ما فيهاش حاجة، أو تفادي الخلافات. دقق في التفاصيل، لو في عقد هتمضيه قبل أن توقع على هذا العقد شوف التفاصيل، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل. سعدت بصحبتكم، خالص تحياتي لكم، وإلى اللقاء مع توقعات الغد إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.